لينا فيجن معينه عايزين نطبقها، لينا في الاخر رؤيه ان احنا عايزين ننمي المجتمع. فعشان ننمي ده لازم يبقى لينا جزء اداري شويه. المفروض انا مسؤول زي مدير الاداره كده، ازاي كل حد يقوم بعمله، ازاي انسق تعامل كل اللجان مثلا مع بعض اللي بتشتغل، كل حد يقوم بوظيفته صح، عشان لازم يبقى بيحكمنا نظام شويه. النظام ده ان احنا كل حد يقوم بوظيفته، كل حد شغال في حاجه معينه لازم يقوم بالوظيفه بتاعته. دي اول حاجه المفروض انا مسؤول عنها. تاني حاجه حته يعني زي الريكروتمنت مثلا، احنا بنبقى الاستاف كله بتاع الاتش ار مسؤول ان انا اي حد عشان يخش المؤسسه دي لازم يبقى ليه صفات معينه، مثلا لازم يبقى ليه مؤهلات معينه، بحيث ان احنا بنسعى دايما ان احنا نبقى احسن. هي كلها من جامعه القاهره بس وكليه الهندسه بس ولا لا؟ مش لازم، احنا عامه لما بنيجي نقول بنطلب مثلا ان احنا يبقى معانا ناس جداد بينضموا لينا، لا بيبقى الموضوع فاتحينه على كل، بيبقى اونلاين واوفلاين عادي، بيبقى فاتحين كل ده على كل المجالات. مختلفه وعلى كل ايه عن الاسر اللي في الجامعه؟ الاسر عاده برضو بتقدم خدمات و بتساعد سواء في دروس او مذكرات او اي مكان. مين اللي بيسيطر على الاسر دي؟ يعني انا ما بتكلمش عن ايديولوجيات عشان عارفه ان انتوا ضحكتوا، انتوا الاثنين ضحكه بينت ايماءة مختلفه. لكن ايه الاختلاف بين المبادره وهيكلها والاسر اللي بتبقى داخل الكليات المختلفه؟ انا شايف ان الاسر بتبقى على سكيل اقل شويه او اقل كتير، ان هو مثلا بيبقى ليه فكره بسيطه عايز يطبقها، تفضل متطبقه خلال الكليه مثلا. يعني مثلا اسره مثلا سي عايزه تبقى الكليه مثلا هدفها الكليه تبقى احسن في مثلا في النظافه مثلا، فممكن الاسره تفضل طول الترم بتسعى لهذا الهدف. حاجه بسيطه، ما اعتقدش ان الاسر كمان بيبقى ليها تمويل، ممكن تبقى تحت اداره الكليه بمبادرات بسيطه. طيب انتوا داخل عندكم حته التوظيف او دايما يقول افتح فيه للشركات او لاصحاب او بنوك او يجوا يشوفوا مثلا لو محتاجين حد من كليه هندسه، كليه التجاره، كليه علوم سياسيه، اعلام. هي دي حاجه بتحصل عندنا في الكليه، ده جزء من صميم العمل او من صميم المبادره، الربط مع سوق العمل ولا ده مش في مخططه؟ ما هي دي احنا حاجه ما عملناهاش قبل كده تحت اي اس تي، ولكن هي دي حاجه بتحصل سنويا عندنا في الكليه تحت رعايه الاداره اصلا بتاعه الكليه عندنا. لكن بالنسبه للاي اس تي لا، مش ده التارجت بتاعنا او مش ده الهدف بتاعنا. انت موجه فكري بس؟ انا موجه فكري بالظبط كده. بقول ان انا الاهم حاجه بالنسبه لي هو النشاط الطلابي هيوصل لفين السنه الجايه، بدل ما بطلع اول سنه 200 واحد بطلع السنه اللي بعدها 300 واحد. بالنسبه للتمويل، بالنسبه مين اللي بيعدي للجانب المالي، بيبقى في شركات بتدعم وجود، يعني شايفه ان وجود النشاط دوت في الوقت الحالي هو حاجه كويسه جدا، فبيبداوا مقابل ايه؟ لو انا الشركات دي مش هي اللي هتستنى خريجي الكليه الكليات المختلفه، يبقى مقابل ايه؟ اعلان مثلا ليها ولا دعايه للشركه؟ دعايه بالظبط كده للشركه، هي يعني اعلان خاص بيها مثلا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، على في البوست بتاعنا لما بننزل، دعايه بسيطه جدا ما بتبقاش فيها حاجه. طيب احنا عارفين، وانتوا طبعا يمكن ادرى مننا، الجامعه المصريه وما يحدث فيها في الجامعات المختلفه، جامعه القاهره جزء مما يحدث في الجامعه المصريه. انا سالتكم بره الهوا، انتوا ليكوا جزء من الفكر او التوجه ان انتوا تكلموا هذه العناصر اللي بتخرج بمظاهرات او بتاع، قلت احنا عايزين نبعد عن السياسه عشان الموضوع ما يتسيس. لكن في الجانب الثاني، لما انت بتجذب طاقات او بتجذب عقول او بتنقحها، ده ما بيمتصش جزء من هذا العنف وهذه الطاقات المستثمره في الجانب السلبي؟ ما استشعرتوش ده من بعد ثوره يناير او من بعد ثوره 30 يونيو؟ هو طبعا هو ده بيحصل طبعا. يعني احنا الفكره هو الدنيا كلها سياسه زي ما كل الناس بتقول، ومهما بعدنا عن السياسه لازم يبقى في سياسه. بس الفكره احنا طالما بنحاول نخدم هدف معين، ان احنا عايزين ننمي الناس، اكيد في الجزء مثلا بالذات بتاع الاكاديميك بتاعنا، ان احنا لما بنيجي ندي ناس كورسز ان ازاي ننمي جزء عندهم سواء سكيلز او حته تكنيكال او نون تكنيكال، فاحنا بنحاول نمتص الطاقه دي، ان احنا دايما شايفين ان احنا نبقى احسن. بعيدا عن جميع التصنيفات السياسيه، ان الانسان يعمل او الانسان ينمي عنده مهارات معينه، دي اللي هتخليه ازاي بقى ينمي، ازاي يخلي البلد احسن من غير ما يبتدي يتوجه سواء بقى لعنف او تخريب. اصل مش لازم التغيير يكون مباشر، لكن ممكن بطريق غير مباشر، ان انا بجذب لما هو ايجابي فبالتالي بكسب هذه العقول. تمام. يعني مش حاطين اي هدف من اهدافكم ان انتوا تزودوا نشاطكم
في هذا الاتجاه بشكل أو بآخر طرق الجذب، حتى لو ما كانش الحديث سياسي مباشر. اللي عايز ببساطة أن هو يتجه أو ينمي فكره بطريقة علمية، إحنا فاتحين الريكروتمنت بتاعنا للناس اللي بتاخد الكورسات بتاعتنا، اهلا وسهلا بكل الناس اللي نفسها ان هي يبقى ليها عندها هدف، عندها هدف شخصي او عندها هدف مجتمعي عايزه توصل له بطريقه علميه، بطريقه ملهاش علاقه بقى لا بالتخريب ولا بجميع انواع الطرق المتطرفه، فاهلا وسهلا بكل. طيب بالنسبه للكورسات او المحاضرات او الدورات اللي هي التدريبيه، يعني اي نوعيه من الاساتذه او المتخصصين اللي هم بيحضروا معاكم في السؤال ده؟ يمكن الباشمهندس كان بيتكلم عن كورسات كتير، فعايزين نعرف مين اللي بيحضر، مين اللي بيدرس، مين نوعيات الاساتذه والمتخصصين اللي بيحضروا. طيب هو الموضوع بيبتدي ان احنا بيبقى عندنا زي كوميتي او لجنه كده مسؤوله عن اللي هو بيبقى حاجتين، الناس الانستراكتورز او الناس اللي هم الاساتذه المسؤولين هم يدرسوا. احنا طبعا عشان احنا طالما الهدف بتاعنا طلبه بنحاول نجيب طلبه زينا، بس يعني عن طريق الريكروتمنت وبنديهم كورسات معينه ازاي هم يبقوا مؤهلين يدوا اصلا كورس. بيبتدوا يحضروا ماتيريالز، الماتيريال دي مثلا لو احنا بندي كورس في حاجه معينه لازم يبقى ليه حاجه اسمها اكاديميك سبونسر مثلا، يعني الطلبه هم اللي بيدوا الطلبه. بالظبط. يعني انتوا بتدرسوا لبعض وتدرسوا برضه الطلبه. هي دي احسن، لان دايما التلقي من الـ لو حد فاهم قريب. عشان بس بصراحه كده انت طبعا. مش شايف انه يعني خبره طالب مش زي خبره يعني في اساتذه وفي متخصصين في مجالات مختلفه سواء جوه جامعه او بره الجامعه، ويمكن اتصال بوزاره البحث العلمي وغيره يمكن يوفر لكم أساتذة أو متخصصين أو خبراء أكتر، مش شايف أنه يعني دي بتبقى خبرة محدودة بالنسبة للطالب حتى لو كان يعني حضر كورسات كتير قبل كده وتلقى من طالب زيه؟ هي الفكرة كلها زي ما قلت لحضرتك، دايما الاستيعاب بيبقى أكبر كل ما فارق السن قرب ما بين الأعمار. لو أنا بتكلم على لواحد إزاي تحقق حلمك، أنا عايز هو عايز واحد مثل صغير قدامه قدر يوصل لحاجة صغيرة لسه في حياته، مش حد كبير جدا قطع شوط طويل قوي في حلمه فهو هيقول طب أنا هعمل إيه في كل دوت. لأ، هو يعني الشاب دوت اللي هو بيدي الكورسات بتاعت IST بيبقى عنده تقريبا 25 سنة، فهو تقريبا بنفس السن بتاع اللي جاي يحضر الكورس، تمام؟ فبيحسسه إن هو فعلا عنده الإمكانية إن هو يوصل لده، مش ان هي حاجه بعيده عنه ولا ان الظروف اختلفت، لا هو الظروف. 25 سنه ده يعني حد اتخرج خلاص وابتدى مثلا يشتغل، ممكن ببساطه ان هو يكون مش حد لازم اشتغل. يكون طالب ممكن، مش شرط ان هو يكون طالب. اللي عندنا يعني هو التقارب السني بيخلي الاقناع اسهل. بالظبط. وده طبعا هي تجربه يعني نرجو ان تتطور وتزيد ويستفيد منها اكبر عدد ممكن من الطلبه. شكرا جزيلا لكما الباشمهندس حامد مجدي حامد الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، والباشمهندس كريم إمام محمود أيضا مدير الموارد البشرية في مبادرة الطلبة الجميلة دي والطالب أيضا في جامعة القاهرة. نشكركم جزيل الشكر ونشكر تشرفكم لينا في النيل الأخضر. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الصباح، لكن متابعة قناة النيل الأخبار دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.